ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. على الرغم من أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن عن فوز الترجي التونسي بلقب دور أبطال إفريقيا ليلة الجمعة السبت، حل المئات من مناصري القلعة الودادية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء من أجل الاحتفال رفقة لاعبي الوداد والرفع من معنوياتهم. هذا واحتفلت الجماهير المساندة للوداد بعزفها لأغاني فريقها وبإطلاقها للشماريخ. وحل لاعب الوداد البيضاوي بمطار محمد الخامس بالبيضاء صباح اليوم السبت قادمين من تونس عقب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي انتهت بفوز الترجي بالعصبة. وتجدر الإشارة إلى أن المقابلة التي احتضنها الملعب الأولمبي برادس بتونس عرفت توقفا داما لأزيد من ساعة ونصف، وذلك بعدما رفض لاعب فريق الوداد الرياضي استئناف اللقاء عقب رفض الحكم الغامبي بكاري غاساما الهدف الذي سجله الوداد بحجة التسلل. قدري خويا معليش قدري قدري طاري طاري نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.